چنان که با تو صلح کردم و باش چرا نمیذاری نفس بکشی؟ اقوام غیر یهود مسیحی و مسلمان بهت برسان ساکنان شهرها این خواست خدا بکش به خدا بکش خدا اینجوری من به خدا القنبلة النووية الإيرانية في طريقها إلى العالم، والقنبلة اللاسامية الإيرانية تسطع أضواءها من خلال فيلم سمي صياد يوم السبت. هذا الفيلم حظي بإعجاب إيراني حيث عرض في المهرجانات الإيرانية مؤخرا. ما خدا را شكر گزاریم که ما را زن نیافرید. تدور قصة الفيلم حول حنان كاهن يهودي يعج بالعنصرية والحيلة، ينجح في نزع بنيامين من أحضان أمه ليحوله من طفل بريء إلى ماكينة حرب. عملية غسيل الدماغ للطفل نجحت وروحه امتلأت بالسوء. حين يزج الأطفال في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يصبح الأمر معقدا أكثر. حبكة الفيلم هي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أن الفيلم قد صور في لبنان وإيران بجودة عالية، وقد حظي الفيلم لشهرة كبيرة في المواقع الاجتماعية، مع العلم بأنه منع عرض الفيلم في المهرجانات العالمية. لقد قمنا بإرسال هذا الفيلم إلى عدة مهرجانات في الخارج، ما نريد إيضاحه للشعوب الإسلامية في العالم أن كل المهرجانات الدولية تقريبا امتنعت عن عرض هذا الفيلم نظرا لموضوعه ومضمونه. إيران تسارع الزمن للوصول إلى القنبلة النووية وإلى نفي الكارثة اليهودية. وأيضا ما زالت إيران تحتضن فكرة إبادة إسرائيل.